السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا يا شباب النهاردة موقع لربح عملة الروبل، موقع بيدينا 50% لمدة 120 دقيقة. الموقع لسه منطلق يا شباب، يعني هنبص كده هنلاقي ادي الوقت وادي الساعة 16، الساعة 3 يعني، وادي لسه مدفعش ولا اي حاجة. عدد الموجودين على الموقع ودي الناس المستثمرة يا شباب، تمام. طريقة التسجيل بنحط هنا عنوان محفظة البائر وبنعمل تسجيل دخول. بعد كده يا شباب بنيجي هنا نحط المبلغ اللي احنا هنعمله. انا هعمل ايداع ب 20 روبل تجربة في الموقع، يعني هاخد 30 ان شاء الله. وبعد كده بعمل ايه؟ ايداع. بيحولني على محفظة البائر مباشرة، بختار عملة الروبل من هنا. بعد كده بأكد الطلب، بعد كده بيقول لي هياخد 20 سنت عمولة، بقول له ماشي تمام كده. خلاص يا شباب كده اعتبر الايداع تم. لو نزلنا كده على الموقع هنلاقي 20 روبل اهيت، زي ما انتوا شايفين ناس حاطة 50 و40 ولسه الموقع لسه بادئ، فناس حاطة فيه ايه مبالغ يعني معقولة، تمام. بعد كده لو جينا دخلنا من هنا على الايداع بتاعنا هنلاقي الايداع اهوت، ومن هنا الليفرالز الاحالات، رابط الاحالة اهو بيدي 10%. وبعد كده الخروج. بس يا شباب ده كان شرح النهاردة، موقع سهل وبسيط، واللي حابب يشتغل عليه جرب يا شباب على مسؤوليته يجرب. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.